كريم، شكرا لهذه المشاركة. أبدأ من النتائج التي أظهرتها هذه الدراسة. كان في قلة في عدد الرؤساء التنفيذيين الذين فقدوا وظائفهم بالرغم بالعام 2009، بالرغم أنه عام 2009 هو عام الأزمة، وبالتالي ألم تفاجئكم هذه الأرقام؟ هي بالفعل نسبة التغيير كانت 14.3% في 2009. بعتقد معظم التغييرات اللي كانت تابعة للتأثير الأزمة العالمية تمت بعام 2008. بمنطقة الشرق الأوسط نسبة التبديل في الرؤساء التنفيذيين كانت أعلى، كانت تتخطى 16.4%. بعتقد تفسير هالنسبة الأعلى كانت مجرد أنه تأثير الأزمة العالمية اللي كانت ب 2008 بأوروبا وبأمريكا كان معظم تأثيرها في عام 2009 في الشرق الأوسط. والملاحظة الأخيرة اللي بدي أعملها بهالمقدمة هي أنه القطاع اللي تأثر الأكثر في معدل التغيير بمنصب الرئيس التنفيذي كان قطاع الخدمات المالية ب 2009، وهذا شيء طبيعي بما أنه الأزمة المالية عالميا أثرت كثير على هذا القطاع. وهل هذا نفس النمط تلاحظه بمنطقة الشرق الأوسط مع العالم؟ يعني هل لاحظتوا في نمط مختلف بالشرق الأوسط؟ الشرق الأوسط بيعتمد عنده زيت النمط، نمط بالنسبة لمعدل التغيير أو معدل التغيير في القطاعات الاقتصادية. سو هذا بيعتمد بشيء. وفي نوع ثاني كمان اتطرقنا عليه، وهو فصل بين دور الرئيس التنفيذي والرئيس مجلس الإدارة. إذا بناخذ العام 2003 كنقطة انطلاق، نسبة الدمج بين هالمنصبين، يعني شخص واحد بيكون رئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة، المعدل كان في أوروبا بيتخطى 60%، في أمريكا بيتخطى 50%، وفي آسيا كان يتخطى 35%. في عام 2009 هذا المعدل تدنى، في أمريكا تدنى إلى ما تحت 20%، في آسيا كان بعده بال 35%، ولكن اهم شيء باوروبا تدنى ما اقل من 10%. في الشرق الاوسط انا بعتبر انه بالنسبه للشركات اللي تتداول بالعامه نسبه الفصل عاليه، واعتقد ان هذه يعني الطروحات السليمه. واذا بناخذ قطاع البنوك بما انه هي تابعه لتنظيم بيسل 1 اند 2 بيفرض عليهم فصل بين هالمنصبين، أنا بعتبر أنه بالشرق الأوسط هالفصل كمان موجود، ورح النسبة رح نسبة الفصل رح تعلى أكثر، مع أنه الحوكمة وتطبيقها بعده بمراحلها الأولية. مزبوط. يعني إذا بدنا ناخذ كمان وبدنا نحط شوي هالحديث بنطاق الشرق الأوسط، موضوع الخصخصة بلش تقريبا من شي 10 سنين، خصخصة على مجال واسع. موضوع تحويل الشركات العائلية من شركات خاصة إلى شركات عامة كمان صارت بآخر 10 سنين. فإذا يعني صار في مجال لثلاثة يما أربعة مجالس إدارة أنه تتغير وتتلائم مع أسلوب القطاع العام. فإذا يعني ملاحظتك سليمة، بمعنى أنه بعد موضوع الحوكمة ما تطور بالشرق الأوسط ما هو موجود بأوروبا وبأمريكا، ولكن قدرنا نتعلم من الخبرات تبعهم بطريقة أسرع بكثير في منطقة الشرق الأوسط. ايضا من نتائج الدراسه انه اظهرت في توجه نحو الاستعانه باشخاص من داخل الشركه لتعيينهم بمنصب الرئيس التنفيذي بدلا من الاستعانه من الخارج، هل هذا كذلك ينطبق على منطقه الشرق الاوسط؟ مزبوط. النسبه عالميا كانت 80%، يعني 80% من الرؤساء التنفيذيين اللي تم تعيينهم في عام 2009 المجموع كان 357 رئيس تنفيذي، 80% منهم كان من داخل الشركة. في الشرق الأوسط أنا بعتقد أنه نسبة رح تكون أقل، بمجرد أنه بعد ما في عنا الكوادر اللازمة تقدر تتلائم مع متطلبات السوق. سو في تشديد أنه لازم يصير في تطوير للكوادر، وبعتقد الرؤساء التنفيذيين الموجودين والجهاز التنفيذي تبع معظم الشركات عندهم التزام اتجاه مجالس الإدارة أنه يطوروا العنصر البشري، ولكن هيدا يعني استثمار رح ياخذ جيل كامل من الجهاز التنفيذي، ورح نقدر نوصل لهالنسبه يعني ان الله راد بعد 10 سنين. هو بعينه داخليا لانه اقل تكلفه ربما لالهم، والشخص اللي عم بيشتغل بقلب الشركه بيعرف الشركه ربما اكثر. بعتقد هي اكثر من ناحيه الخبره، ومن ناحيه انه تم تمرين هالاشخاص ليقدروا ياخذوا هالمنصب ويقوموا بالعمل تبعهم بطريقه سليمه.
كان في تصور في أوائل الألفين أنه إذا جبنا رئيس تنفيذي من برا ممكن أنه هو يغير المعادلات ويكون عنده تأثير إيجابي على الشركة، ولكن تبين من الإحصاءات أنه الأشخاص اللي تم تعيينهم داخليا كان عندهم تأثير إيجابي أكبر في أوروبا وفي أمريكا. كريم، تحدثنا عن القطاع المالي أنه هو أكثر شيء شهد تغييرات بالرؤساء التنفيذيين، هل من قطاعات أخرى شهدت أيضا تغييرات؟ وما هي القطاعات الأقل عرضة بأن تشهد تغييرات إدارية؟ خلينا يعني نرتبط للأرقام اللي تبين معنا من 2009. القطاع اللي تأثر أقل شيء كان قطاع الخدمات الصحية، ومعدل التغيير كان 10%. إذا بناخذ النسبة للعشر سنوات الماضية من 2000 ل 2009، القطاع اللي أكثر شيء تأثر كان قطاع الاتصالات، وهذا أنا بعتبره شيء طبيعي لأنه كهذا القطاع صار فيه تغيير تقني، تغيير سوقي، تغيير بالنسبة للأنظمة اللي بتدير قطاع الاتصالات الأكبر. وبالفعل يعني كان في تصور من يعني إدارة الشركات والمجلس إدارة إنه رح يتطلب كوادر جديدة، وهذا رجع تبين كمان بفترة خدمة الرئيس التنفيذي، يعني كم سنة هو بيخدم بهالمنصب. المعدل العالمي كان بتعدى 8 سنين في عام 2000، اليوم هذا المعدل بيراوح 6 سنين، فترة الخدمة نزل. في قطاع الاتصالات هذا المعدل تقريبا اليوم 5 سنين، فإذا في متطلبات أكثر في هذا القطاع على الرئيس التنفيذي، ونتيجة هي الأرقام اللي شفناها اليوم.